وصلنا لفقرة خليك في البيت، وهي الفقرة اللي بيصير في تفاعل مباشر بيننا وبينكم عبر أرقامنا اللي هلأ رح تظهر على الشاشة، لحتى ناخد اتصالاتكم ونعرف أكثر شو قاعد عم بيصير معاكم بفترة الحجر الصحي. واليوم بدنا نحكي أكثر عن فكرة التباعد الاجتماعي، قديش التباعد الاجتماعي فعليا مهم بهاي المرحلة، لكن للأسف في بعض الناس مش عم بياخدوا موضوع التباعد الاجتماعي على محمل الجد. وكان في أمثلة مش بالأردن لربما ما في العالم لكثير ناس كانت قاعدة عم تطلع بالفترة الماضية، وأيضا بفترة بداية انتشار وتفشي الوباء. على سبيل المثال كنا قاعدين عم نحكي عن مجموعة من الشباب اللي كانوا بأمريكا على شط ميامي في عطلتهم، رغم كل التحذيرات بأنه وجودكم مع بعض بهاي الفترة على الشط قد يؤدي إلى تفشي الفيروس، ومع هيك كان في عدد كتير كبير من الشباب يرفضوا أنهم يرجعوا على البيت وبدهم يضلوا موجودين ويستمتعوا بعطلتهم، وكأنه الفيروس يمكن ما رح يصيبهم ومش ماخدينه على محمل الجد. وهناك أمثلة أيضا كمان هيثم على هذا الموضوع كانت عالميا، أنه كان بيصير في قرارات الحكومة عم بتقول يا عمي اقعدوا في البيت، بتلاقي بالمقابل ناس قاعدة عم يمكن تتدافش أو تتهافت على شراء بعض الأمور. ودائما بتلاقي أنه في كان بدراسات عملوها لشباب، هلأ بنحكي بالضبط عن أرقامها، أنه ما رح يصيبني الفيروس مش مشكلة، إحنا بناكل، حتى في كانت تيك شوية انترفيوز أنه نحن بناكل بصل وتومة فأكيد ما رح يصيبنا ببعض الدول العربية الشقيقة. فشو رأيك أنت بهذا الموضوع؟ بصراحة درجة التقبل لموضوع التباعد الاجتماعي ودرجة تقبل لموضوع الحظر المنزلي أيضا متفاوتة جدا. يعني حتى عندنا في البلد في أشخاص يعني شبه عزلوا حالهم عن البشرية، وفي أشخاص كأنه ما في ولا أي شيء نهائيا. يعني في أشخاص مثلا بتشوفيهم، حتى أحكي لك مثلا، في أشخاص بتشوفيهم بالشارع عندنا في البلد لابسين كمامة وغلوفز، في ناس بس كمامة، في ناس بس غلوفز، في ناس مثلا في ناس ولا شيء نهائيا، في ناس إيد واحدة، عارفة، في ناس عم بيبعدوا عن كل الناس، في ناس نص نص، في ناس ما عندهم مشكلة عادي كأنه الحياة ماشية طبيعية. فهي بعتقد بترجع لكل العوامل الخاصة، يعني الموضوع كتير فردي، درجة الوعي، درجة الخوف، درجة القلق، درجة الالتزام، درجة المسؤولية، طبيعة الحياة، الخلفية الاجتماعية، الخلفية الثقافية، طبيعة حياته هو أصلا كيف قبل الكورونا، كيف كانت، كيف كان شكلها، الرعاية الصحية اللي كانت متوفرة له أصلا مثلا، أو اللي هو موفرها لنفسه أو لعائلته. فمستويات مختلفة جدا من تقبل هذا الموضوع، من تقبل موضوع التباعد الاجتماعي. سؤالنا لكم، هل عم بتواجهوا مشاكل مثلا في إقناع بعض الأشخاص بأهمية التباعد الاجتماعي؟ هل أنت شخص من الأشخاص اللي مؤمن بأهمية التباعد الاجتماعي؟ عم بتحاول تأثر على عائلتك أو على محيطك بأنهم يتباعدوا اجتماعيا وهم عم بردوا عليك أو ما عم بردوا عليك؟ كيف درجة تقبل الأشخاص لفكرة التباعد الاجتماعي؟ احكوا معنا، شاركونا هاي التفاصيل، بنحب نسمع منكم، بنحب نسمع شو رأيكم تجاه هذا الموضوع. يعني رانيا بتعرف الموضوع كتير مهم، حتى موضوع السفر، يعني بتعرفي أنا شخصيا كنت بدي أسافر يعني قبل ما يعني قبل الأزمة تقريبا بعشرة أيام، وظليت ظل الهواجس إنه لا البلد أسافر عليها فيها حالات ما فيها حالات. فهذا الهاجس بتخيل أو هاي المساحة من التفكير هي اللي بتفرقنا كلنا، يعني بتفرق الشخص اللي هو على اكستريم الالتزام أو على بقمة الالتزام، والشخص اللي هو بقمة عدم الالتزام، سواء في البلد أو في الوطن العربي أو في كل أنحاء العالم. البشر هم بشر. وبتعرف كمان هيثم، يعني أنا عم بشوف شوية ممارسات من هون وهون اللي هي اللي عم بيقولوا إنه نحن نلتزم بالتباعد الاجتماعي، لكن في ناس لسه قاعدة عم بتزور بعض على سبيل المثال، إنه والله إحنا مش عم نحرك سيارتنا، بس أنا عم بروح عند الجيران، والجيران عم بيروحوا عند قريبهم، ومش عارفة مين قاعدة عم تروح عند أختها. وهي التصرفات ولو يمكن مش السيمة العامة للناس، لكن في بعض الأشخاص لسه قاعدين عم بيمارسوها. الفكرة كانت من إنه نحن نعمل تباعد اجتماعي، أو فكرة الإجراءات الوقائية كانت حتى إنك أنت ما تزور أقرب الناس على قلبك. إذا بتتذكر أيامها كان في عيد الأم، ومع ذلك وقتها طلعت الحكومة وحكت إنه أكبر هدية لأمهاتكم بهاي الفترة إنه بالعكس تخافوا عليهم. نعم. وما تزوروهم، ففي أقرب من إنه أنت تزور أمك بيوم مهمة الهات. ومع ذلك في الكثير منا قال لا، نحن حفاظا على أهلينا وحفاظا على كبار السن منا ما بدنا نزورهم. في هون الفكرة مش إنه أنا بلتف على القانون، مش الشطارة إنه أنا بدي ألتف على الإجراءات، لأنه مش هون الفكرة بتصير صائبة. الصائبة إنه
مش والله أنا ضامنة تماماً إنه فلانة غير مصابة فبس أسلم عليها بدي أسلم عليها مباوسة، لأن إحنا عم نحكي إنه كل شخص يتعامل مع نفسه زي كأنه هو مصاب ويدير باله إنه اللي حواليه قد يكونوا مصابين لا سمح الله طبعاً. نعم. فكل هاي الإجراءات بتعرف حتى هون بالدراسة عم بيقول لك من تقريبا 93% من المشاركين كانوا بهاي الدراسة في الولايات المتحدة و86% من المملكة المتحدة بيعرفوا طبيعة التدابير، لكن بنفس الوقت اللي هي من غسل الإيدين وإلى آخره، لكن بنفس الوقت بيحسوا أنه هذا الفيروس لن يصيبهم، فهذا الإحساس بالراحة تبعت أنه مش مشكلة يمكن هو قد يصيب كبير السن لكن مش رح يصيبني لأنه أنا مثلا صغير بالعمر وإذا صابني هو فلو عادي، ممكن يخليك ترتاح أكثر لدرجة أنك تتصرف تصرفات معينة مش رح تكون سليمة 100% لسلامتك. نعم نعم، وطبعا عم نشوف يعني السلامة للجميع، والله يرحم يعني أرواح الجميع، والله يعني يرحم الإنسانية كلها والبشرية كلها، والله يحمي الإنسانية والبشرية كلها، ولكن أيضا عم نشوف أرقام مهولة مثلا في أمريكا من أعداد الوفيات يوميا، وعم نشوف ان الموضوع يعني تقريبا خرج عن السيطره بكثير ولايات، يعني الموضوع مش سهل نهائيا. بعتقد في معنا اتصال. سيد موفق اهلا وسهلا. اهلا يا سيدي، صباح الخير. يا صباح الفل، كيف الحال؟ والله نشكر الله، انتم كيفكم؟ اهلا وسهلا، الله يحييك، الحمد لله رب العالمين، نحن مبسوطين بسماع صوتك وتكون بخير وسلامه انت والعائله. واحنا مبسوطين بشوفتكم على الشاشه قدامنا هسه، واسمح لي من خلالكم اني احيي جلاله سيدنا. طبعا تفضل. طبعا من خلالكم على جلاله سيدنا وعلى الاجهزه الامنيه وعلى الكوادر الطبيه اللي خط الدفاع الاول، واسمح لنا كمان ما ننسى كمان الرئيس البلدية ورؤساء البلدية وما يقوم من أعمال. يعني صراحة إحنا اليوم صراحة بحرب، صراحة يعني خلينا نقول بكلمة حرب على هذا الفيروس اللي هو مش مبين يعني صراحة. فالحمد لله رب العالمين، ما نشاهده على الشاشات العالمية وما نشاهده على في الأردن، فإحنا بالنسبة لنا فإحنا وضعنا الحمد لله مستقر، متفائلين جدا. بنشكر جلالة سيدنا انه قاعد بتابع الامور اول باول، عنده قاعد بتابع امور الاقتصاديه من الاقتصاد الصغير الى الاقتصاد الكبير، يعني خلينا نقول من الموظفين المسؤولين الكبار حتى الموظف البلديه او عامل البلديه او عامل الوطن، فهذا جهد يعني والله العظيم يشكر. نعم. عليه ولا نجده في دول عظمى. نعم سيد موفق، الله يعطيك الف عافيه. حضرتك من اي منطقه في الزرقاء؟ أنا بمنطقة الزرقاء الجديدة شارع 36. 36، كيف الوضع عندكم صراحة؟ يعني نحن موضوعنا اليوم عن التباعد الاجتماعي واقتناع الأشخاص بأهمية التباعد الاجتماعي، صراحة كيف الوضع عندكم؟ مثلا في العائلة، في الشارع، في الحي، المجتمع بشكل عام في الـ 36، كيف الوضع؟ والله لا أتكلم معك بصراحة، صراحة يعني هسه أنت أنا ساكن في منطقة كلها أسواق، يعني هذه المنطقة حيوية في الأسواق في المحلات في الشارع التجارية. في الشارع الرئيسي. شارع رئيسي. نعم. كله محلات تجارية وصيدليات ومحلات لحوم، يعني كل اللي انت تتوقع في سوق عادي، فاحنا منطقتنا حيوية جدا. اللي بتشاهد يعني لما تدخل على الصيدلية بتلاحظ انه تبع الصيدلية في ناس منظم الدور موجود الهيجين، بوزعوا الأقلية على هاي، انا بحكي لك بالنسبة لمنطقة الزرقاء يعني. بتدخل على المخبز نفس الشيء، في هيجين، في معقمات، في أقنعة بسلموها للإخوان، وبتلاحظ أنه حتى على موضوع شركات الاتصالات زين وأمنية، لأنه كمان هاي جنب بيتنا، فبتلاقي أنه بوزعوا الأقنعة وبوزعوا الهيجين. طب أستاذ موفق، أنت شخصيا ملتزم مثلا بموضوع التباعد الاجتماعي جوا عائلتك؟ في زيارات بتروحوا زيارات وبتيجوا هيك ولا لا؟ صراحة أنا ضابط متقاعد للأمن العام وزلمة ساكن لحالي يعني قبل الكورونا، فأنا عازل حالي بحالي أول شيء، كان الاتصال بيني وبين أهلي نزور بعض ونجي بعض، تعرف يعني الواحد الآن خفت العلاقة يعني على التلفون وكل شيء. الآن اللي بيقول لك أنا بقدرش أشوف أهلي، هذا اعتبر يعني اعذرني بهالكلمة، هذا الكلام مش صحيح. أنت تقدر عن طريق الماسنجر، تقدر عن تليفونك السكايب، بتقدر تحكي مع أهلك وبتشوفهم وبشوفوك، فأنت يعني مش بعيد عن العالم، أنت قاعد الآن بأمريكا بتشوف أصدقائك وبتحكي مع بتتواصل مع العالم، فإحنا فيش عندنا بعد اجتماعي، متواصلين، وهي التكنولوجيا الحمد لله رب العالمين وفقه كل ذي علم عليم، هذا علم
هذا علم الحمد لله برحمة الله عليه 100% 100% 100% سيد موفق شكرا لك وشكرا لحضرتك شكرا على المشاركة ساعدنا بسماع صوتك وتحياتنا لكل أهالينا في الزرقاء الرائعة الله يعطيكم ألف عافية يعني بتشوفي رانيا يعني كنا عم نحكي إنه درجات الالتزام مختلفة يعني السيد موفق هو يعني متقاعد من الأمن العام يعني درجات الانضباط بجوز والمسؤولية أكيد شعر فيها بشكل كتير مرتفع ولكن نحن الفروق الفردية بناتنا هي اللي بتفرق يعني اللي بتفرق درجة المسؤولية درجة الانضباط وأحيانا بجوز درجة الخوف يعني في ناس بجوز ملتزمين من الخوف وبتخيل انه بهاي الفتره حتى لو هو مرات بطبع الانسان يعني مثلا انا بدي احكي على سبيل المثال على حالي عشان ما اكون عم بعطي بضرب مثال بحدا فكره الالتزام بالنسبه لي صعبه انه في عندي 1 2 3 وانا لازم اكون دائما دايره بالي ب 1 2 3 لكن بتحس انه زي هيك مواقف انت عم ترجع بتدرب حالك على فكره قديش انت بتقدر تكون ملتزم لانه اي خطأ أنت ممكن ترتكبه قد لا سمح الله أنك تتسبب بشيء بيضر أقرب الناس لإلك صح. مش بس عم تضر نفسك أنت كمان ممكن تضر أهلك اللي موجودين معك في نفس البيت فممكن يكون في عنا هيك مرات أنه لا والله زهقت لا والله بدي أروح أمشي لا والله بدي أشوف فلان اللي مثلا بالشارع المقابل لإلي بس دائما نشوف قدي منقدر حتى لو بدنا نحاول نرفه عن نفسنا أو نغير جو قديش منقدر نضلنا دارين بالنا بالقواعد الأساسية والالتزامات الالتزام صعب بشكل عام صح. يعني فكرة الالتزام دائما هي بتكون عبء ثقيل ونحن بطبع الإنسان شوي بيكون متمرد ومش ملتزم ببعض الشغلات لكن في عنا هيك شوية نفس في عنا نفس إنه نتمشى في عنا نفس إنه نروح نشتري أغراضنا مع بعض في نفس إنك تشوف يمكن أصحابك اللي موجودين بنفس الحارة لكن بدون فكرة إنه لا يلا خلينا نقعد ونتجمع مش عارف شو هو اتفاق إنه يلا بدنا نروح مثلا نشتري أغراض مع بعض الكل بتجمع وبيضل في هاي المسافة فهو صعب إحنا مش عم ننظر ونقول إنه هو إشي كتير بسيط وإشي كتير عادي لكن في مرات أشياء صعبة هي اللي بتطلعك من أزمة إذا ما بتلتزم فيها هلا بهاي اللحظات قد نصل لا سمح الله إلى حالات أكبر وزي ما أنت حكيت يعني إحنا عم نشوف الأرقام العالمية هي مش بس عم بتصيب كبار السن دونا عن الشباب قاعدة عم بتصيب كل حدا وباللحظة اللي بوصل المستشفى لمرحلة الفل هذا انه خلص مش قادر يستقبل اي نوع من انواع الحالات وبصير فيه عنده اكتظاظ انت مش بس عم تأذي نفسك ولا عم تأذي مريض الكورونا بل ايضا عم تأذي مريض القلب ومريض الكلى والناس اللي قاعدة عم بتراجع بشكل دوري في عنا اتصال هلأ من ام عبدالله صباح الخير ام عبدالله ام عطلة صباح الورد الله يسعدك صباح النور يا حبيبتي من وين عم تحكينا من اي منطقه من عمان المدينه الرياضيه من المدينه الرياضيه طب كيف عم بتشوفي تفاعل الناس مع الاجراءات الوقائيه والتباعد الاجتماعي ما شاء الله بنطلع على السوق مثلا العشرة مثلا على نفسه بنطلع بنروح على السوبر ماركت في تباعد بيننا لابسين كلاسات وكمامات بكون حاط السوبر ماركت المدينه كفات انسان ما اي واحد بكون مش حامل كفات بعطيه اياها ونظام غير شكل عندنا الحمد لله رب العالمين منتظمين واحنا نفسنا اذا شفنا حدا كرب علينا او شيء بنحكي له سمحتي بس شوي حلو والله تعاون يعني ممتاز واحنا الجيران كمان نفس الشيء ما بنزور بعضنا ملتزمين واولادنا ملتزمين ببيتهم بالبيت ما بيطلعوا بيطلع بيجيب غرضهم بروحوا يعني كلهم في البيت قاعدين ما بروح ولا بيجي الحمد لله قديش عندك اولاد ام عطا الله عندي 4 شباب وثلاث بنات وكلهم في البيت الحمد لله ما بطلع ما بروح بجيبوا غرضهم بروحوا بس ما شاء الله الله يخليهم بشو اعمار تقريبا عندي من 30 ولأ اصغر بنت عمرها 17 سنه كان عيد ميلادها اول امبارح ما شاء الله الله يعيد عليها قدم في المنتخب الاردني لاعبة كرة قدم في المنتخب نور المشايخ كلها ما شاء الله كل سنة وهي سالمة يا رب وإن شاء الله بعد هيك الأزمة ترجع تعيد نشاطها وترجع تلعب وتقدر هيك تحقق مراتب عالية وعلى الأردن كلها يا رب يا رب طبعا ام عطلة كنت بدي اسالك اذا عم بتواجهي غلبه مع اولادك وبناتك بفكره انه بتعرف يعني بما انه عم تحكي لنا كمان ايضا بنتك ما شاء الله عليها هي لاعبه بالمنتخب يعني ممكن تكون بتحب اكثر الحركه والطلعه ومش دائما القعده بالبيت قد ايه شيء عم بياثر على نفسيتهم والله كثير يا حرام تعبانه والله نفسيه تعبانه تحكي لي ماما انا جسمي تعب تطلع تمشي باب بيتك شوي بالشارع اللي بيتنا بتركض يوم بعد يوم تركض بتساوي لياقتها وبترجع بشجعها انها تطلع لانه صار عندها نفسيه عكسي
يمكن بنقدر ناخذ نصيحه من هيثم. لانها هي دائما بتلعب رياضه يومي تقريبا، الرياضه بتلعب فصار عندها حاله نفسيه عكسي عرفتي، عشان هيك كنت معطله. هيثم برضه بيلعب رياضه بشكل دائم، وهي الفتره لما كان يطلع على التلفزيون على البسكليتات وعلى الهاي. شكرا. والله وانا رياضيه كمان، بطلع بمشي دائما بالمدينه. ما شاء الله عليك. والله اثر علينا كثير يعني هذا الشيء، بس الحمد لله يعني بطلع على السوق بجيب اغراضي، بمشي مسافه بعيده هيك بتمشى وبروح، بروح مفرغ طاقتي وبروح. ما شاء الله عليك، الله يعطيك الف عافيه ستي، اكيد مهم جدا يعني. الله يخليكي. كثير حلو برامج، انا بتابعكم من اول ما طلعتوا على التلفزيون، بحبكم كثير يعني. الله يخليكي يعني، تسلم. انا سعيده ان المكالمتي بس معكم. الله يخليكي، احنا والله في الاكثر ستي. شكرا، شكرا جزيلا لك، تحياتنا للعائله الكريمه وللرياضيه اليافعه نور كمان، الله يعطيك الف عافيه. بجوز يعني التاثير، انا كنت عم بحكي بجوز اولها احنا ما كنا منتبهين، ولكن تاثير الرياضيين حاليا بهاي الفتره، والرياضيين اللي بيلعبوا على مستوى المنافسه، لعيبه المنتخبات وايضا المدربين الرياضيين لهم هلا يعني تاثير كثير كبير، لانه في اشخاص كثير بحاجه تمارين رياضيه، وبحاجه انهم يتعلموا تمارين رياضيه، وبحاجه كمان معنويه كمان ودافعيه انهم يطلعوا ويعملوا تمارين رياضيه. مو سهل يعني الموضوع، بده يعني في جهد نفسي لحتى الشخص انه يعمل هذا المجهود، خصوصا انه هو محشور. بس بشكل عام اذا بتطلع على الشوارع، حجم الناس اللي عم بمشوا اللي على الدرجات الهوائيه، الناس اللي بتركض، وفي ناس واضح انه هم اول مره بيسووا هذا الشيء، يعني بشكل عام مبهج جدا ورائع جدا، وبتمنى ان شاء الله بعد ما تخلص الازمه يضلوا على نفس المنوال. هو فعلا يعني حتى هي صارت تكون نكت انه الشعب الاردني كله صار رياضي تحديدا. هو الكل قاعد عم بيجرب انه يمكن يغير جو او يطلع طاقه عن طريق رياضه. بس هون يمكن ما بعرف هيثم اذا بتقدر تحكي للناس، بما انه انت صاحب خبره في هذا المجال، فعلا الرياضي اليوم يمكن يكون حاسس شوي بانه هو محبط لانه متعود يلعب رياضه بشكل دوري، وهلا مش عم بيقدر يمارس الرياضه بالطريقه، فايش في اشياء انت قاعد عم تعملهم تقدر تقولها للناس؟ يعني صراحه بجوز الرياضيين اللي على مستوى المنافسه، انا شفت كثير ناس اكتئبوا لانه فعلا مش قادرين يطلعوا يمارسوا يعني هوايتهم ورياضتهم بالشكل المناسب. ولكن وقت الازمات هو الوقت اللي بينه فيه القاده، فالرياضي هو قائد، يعني الرياضي يجب انه يكون قائد لانه مؤثر على الناس. يعني لما يطلع مثلا احكي لك لاعب مشهور او رياضي مشهور ويحكي، بتعرف حجم اليافعين خصوصا في اعمار احنا مش منتبهين لهم، مثلا الاطفال اللي تحت 7 سنين أو 8 سنين بضلوا اطفال بيلعبوا ومع العيله يعني امورهم بتمشي، ولكن اليافعين من 9 سنين 10 سنين 11 تقريبا ل 17 18 19 قبل النضوج الكامل، هاي الفئه ما حدا بيهتم فيها حتى عالميا، حتى يعني وقت الازمات وبرا الازمات، هاي الفئات العمريه ما حدا بيهتم فيها من اللي هم اليافعين والمراهقين، وحجم الاكتئاب عندهم عالي وحجم السمنة عندهم عالي، وما في برامج كثير موجهة لهدول الأشخاص، تكون البرامج معظمها يا للأطفال يا أما للراشدين فوق ال 16 فوق ال 17. فهدول الرياضيين مهمتهم كثير كبير أنه يطلع ويوجه رسائل إيجابية، يتمرن في البيت، يعمل تمارين في البيت، يفرجي الأشخاص هدول كيف أنه هو ملتزم بنظام صحي، يعطيهم شوية بوش أنهم يلعبوا رياضة. يعني أنا الناس اللي من حولي شباب العيلة الصغار واليافعين وهيك عم بشوف أنه في توجه، لأنه بدهم يعني عارفة بدهم أي حدا يوجههم ويساعدهم أنهم يلعبوا رياضة، يمشوا يركضوا يلعبوا تمارين جوا البيت. وفي كل الأحوال يعني هاي الطاقة اللي عم فرغوها في البيت هي يعني من الطاقات السلبية اللي يعني رح يفرغوا طاقة ما تطلع في إشي سلبي، عارف شو قصدي؟ فهو مهم جدا سواء بلعبوا رياضة ولا ما بلعبوا رياضة، مهم جدا أنهم يفرغوا هاي الطاقة. يعني شكرا كثير لنصائحك، وهيثم طول الوقت أنت كمان قاعد عم بتورجينا تمارين بنقدر نسويها أيضا بالبيت بقدر الإمكان.